بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم بالتسجيل الرابع عشر. Today we are going to have writing. اليوم راح نكتب إنشاء. الإنشاء الموجود عندك في الوحدة الخامسة هو Describe someone you know, a friend or a relative. صف أحد أصدقائك أو أقربائك. طبعا نستخدم الصفات اللي درسناها في الوحدة الخامسة. نبدأ الإنشاء. طبعا كيف تكتب هذا الإنشاء أو تختار إنشاء حسب أسلوبك أنت. My friend Hisham is very patient and polite. صديقي هشام صبور ومهذب. We are both at the same grade. كلانا في نفس المرحلة. But he goes to another school. ولكنه يداوم في مدرسة أخرى. هشام is younger than me. هشام أصغر مني سنا. But he is taller. ولكنه أطول مني. He is reliable. هو موثوق يعتمد عليه. Whenever you ask him to do something, كلما تطلب منه شيء ليعمله أو ينجزه, he always does it. فهو ينجز ذلك الشيء. He has a round face, وجهه دائري, and curly black hair, وشعره أسود مجعد. He likes casual clothes, ويحب الملابس الاعتيادية. He looks like his father, وهو يشبه والده. He looks like his father. طبعا الكلمات اللي تحتها خط هذه صفات. هشام is also funny. هشام ايضا مسلي. He tells me jokes whenever we meet. فهو يخبرني نكاتا كلما التقينا after school. بعد المدرسة. كلما نلتقي بعد المدرسة. He is also smart. وهو أيضا ذكي. He gets full marks in chemistry and physics. فهو يحصل على درجات كاملة في مادتي الكيمياء والفيزياء. هذا إنشاء مطلوب من عندك. كيفك تحفظ هذا الإنشاء أو تحفظ إنشاء آخر؟ مو إشكال، من أي ملزمة تحفظ أي إنشاء وتكتبه في الامتحان. بعد عندنا فقط ريدينج، مادة ريدينج ونكمل، ثم لديكم اختبار في مادة كتاب النشاط إذا قدرنا ناخذها، ثم يتحول إلى وحدة السادسة إن شاء الله. تحياتنا لكم. لا تنسوا مشاركة هذه الفيديوهات مع أصدقائكم وأقربائكم. شكرا لكم.